الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والمقصود بالجماعة في هذا الحديث السواد الأعظم، أي جمهور الأمة الإسلامية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. فهذه الأمة محفوظة من أن تزير أو أن تنحرف جملة، لذلك لا عبرة بمن شذ، ولا عبرة بمن انحرف، ولا عبرة بمن انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ إلى النار، ومن أراد السعادة الأبدية فليثبت على هذه العقيدة الإسلامية، على عقيدة الأشاعرة والماتريدية، لأنها مؤيدة من القرآن والحديث والإجماع. وقد قال الحافظ الزبيدي: وحيث أطلق أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة، أي أيوة ومعهم الماتريدية. وهذه العقيدة هي عقيدة مئات الملايين، وهي العقيدة التي كان عليها النبي والصحابة. وأما
من زار عنها وانحرف، ومن شز وخسر فلا تلتفتوا إليه ولا تنظروا إلى ما يقوله. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل مردود غير مقبول. وأهل السنة والجماعة اليوم هم على العقيدة التي كان عليها محمد الفاتح رضي الله عنه، الذي فتح اسطنبول وقد مدحه الرسول قبل أن يأتي بمئات السنين، كما روى ذلك الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند. قال عليه السلام: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هؤلاء كانوا أشاعرة وما تريدية، فالسلطان محمد الفاتح كان من حيث العقيدة ما تريديا، والجيش الذين معه كانوا أشاعرة وما تريدية. والسلطان صلاح الدين الأيوبي الذي حرر بيت المقدس كان أشعري العقيدة. فإذا علماء وفقهاء وسلاطين وأولياء هذه الأمة أشاعرة وما تريدية، فهم السواد الأعظم، هم الجمهور، فهنيئا لمن ثبت معهم. وهذه العقيدة باختصار ما هي؟ أن يعتقد الإنسان بلا شك ولا ريب بأن الله عز وجل موجود بلا بداية، باق بلا نهاية، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأنه سبحانه مستغن عن كل هذا العالم، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. قال عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله لا يحتاج لنا، لا للملائكة ولا للأنبياء، فكيف يحتاج للعرش ليقعد عليه؟ مستحيل. الله منزه عن القعود والجلوس، الذي يقعد على العرش محتاج لما يجلس عليه، والمحتاج عاجز، مخلوق ضعيف، والمخلوق لا يخلق. إذن الله منزه عن الجلوس، منزه عن القعود، لأن الجلوس والقعود لا يكون إلا في المخلوق. وفي لغة العرب لا يطلق الجلوس إلا على من له نصفين، نصف أعلى ونصف أسفل ينثني بعضه على بعض، والجسم القسم الأسفل يتصل بما يجلس عليه، وهذا صفة المخلوق لا يجوز على الله. لذلك قال ربنا في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. وأما من وصف الله بالجلوس فقد شبهه بالإنس والجن والملائكة والبهائم، وتنزه الله عن ذلك، تقدس الله، هو نزه نفسه، هو قال في القرآن: ليس كمثله شيء. هذه الآية تنزه الله عن كل صفات المخلوقين. انتبهوا، ما قال ليس كمثله الماء، ما قال ليس كمثله البشر، ما قال ليس كمثله الهواء، ما قال ليس كمثله الملائكة، قال ليس كمثله شيء. هذا فيه التنزيه
الكلي، أي أن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا بوجه من الوجوه، لأن الخالق لا يشبه المخلوق.